مهم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل بطء أثناء بشرط. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على سناب شات خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن سناب شات خاص بكم. سوف يظهرنا على هذا الشكل، وإنما تجدون هنا تحديد، قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم سناب شات.